خلينا نروح لخبرنا الثاني، ويمكن شاركناكم مشاهدينا خبر تخرج سيدة بلغ عمرها 70 سنة من جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بعد أن حصلت على شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف. أكيد نحب أنه حنا نبارك لها ونرحب بها عبر الهاتف الأستاذة سلوى العماني، أكبر خريجة من جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل. أهلا وسهلا بك سيدة سلوى. في البداية حابين نبارك لك حصولك على درجة البكالوريوس ونقول لك ألف مبروك، لكن كلمينا أكثر عن تجربتك لحصولك على الشهادة. في البداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشكر لكم مباركتكم، جزاكم الله خير بعد مرتبة الشرف الأولى، يعني الحمد لله. تبارك الرحمن، ألف مبروك. الله يبارك فيكم. السؤال إيه، كنت حابة أعرف القصة، يعني من لما قررتي أنك تكملي شهادتك الجامعية، إصرارك، متى بدأت الفكرة، يعني متى ما قلتي لا أنا خلاص أبغى أكمل وأحصل على الشهادة؟ من عمري من 18 سنة، من تركت الدراسة يعني وتزوجت وأنا الفكرة بعقلي، ما راحت يعني من راحت مني ويا الفكرة بعقلي يعني فما السنين والحياة الزوجية والعيال كذا، ما يعني نسيت هذا الشيء الحمد لله. فرجع الأمل ورجع الطموح، حصلت بعد الصبر يعني. أستاذة سلوى، يعني ما راحت مني، مش وليدة أو فكرة تجدت الحين والآن، لأني بنت مدارس من عمري 5 سنين يعني. ما شاء الله. طيب أستاذة سلوى، أيوة، تخصصك إيش هو؟ أنا كنت كل علمي ثانوية، والحين أنا دخلت علم اجتماع، بس الثانوية مرتين أخذتهم علمي يعني. طيب إيش سبب يعني اختيارك لهذا التخصص علم اجتماع؟ خلصت الثانوية علمي 2019 مرة ثانية عشان أسترجع شهادتي القديمة اللي أحبي المالكي. أنا أصلاً يعني كنت على أساس أدخل طب أول، بس نفس السنة رفعوا المعدل وأنا كنت جايبة 70%، ذيك الساعة يعني من يجيب يعني، لكن اخترت علم اجتماع لأن ما تطرقت له يعني، لا بالمواد الأدبية ولا بالعلمية يعني. حبيته شيء اجتماعي يعني، شلون واحد يصير مثلا يخدم الناس، يشوف الحياة الاجتماعية، يشوف النظريات الاجتماعية، في يعني رياضيات، إحصاء، في إنجليزي، يعني رغبت فيه يعني الحمد لله. نعم. طيب خلينا نتكلم شوية عن يعني ردة فعل الناس على السوشيال ميديا. هل كنت متوقعة أن الناس تكون فرحانة لفرحك ولتخرجك؟ كيف كنت بتستقبلي كل هذه التهاني؟ والله أنا من يوم الخميس الحين وأنا طاير يعني في الفرح، ما شاء يعني الله. الحمد لله، الله يتمم علي يعني. يعني توقعت بس ما توقعت كذا، لكن هذا إنما يدل على أن الناس ما شاء الله عليهم فرحانين لي، وهذا قدر الصبر يعني اللي صبرته والرغبة اللي كانت في عقلي وقلبي، يعني قدرها هذا الشيء. ف جزاهم الله خير انهم فرحانين، وجزاكم الله خير، والحمد لله شيء يعني الحقيقي. استاذه سلوى، لا قوه الا بالله، يعني اكيد في احد ورا نجاح سلوى، من اللي دعمك عشان توصلين لهذا النقطه؟ سلوى دعمت سلوى، ما شاء الله. هي شفتي شيء يعني، انا جبت عيال وقد فقدت عيال يعني، سبحان الله، الله يشفع فيهم ان شاء الله. جبت عيال الحمد لله، عيالي ما شاء الله ما مقصرين معاي، الشغلات الالكترونيه لان دراستنا كلها بحوث يعني، بحوث اجتماعيه واحصائيه، ومرات انادي احد يعني ذي الخبره وكذا، لكن الرغبة عندي أنا، مو يعني ما يقولوا لي يعني، لا يعني الرغبة عندي أنا راحت يعني مني، وما كان في أي أمل، لا ما جبت شغلاتي ولا كان عشنا في الكويت وعشنا وجينا السعودية، ما في أمل أدرس.
يعني خلينا نتكلم عن قصتك واصرارك وما شاء الله لا قوه الا بالله حصولك على شهاده البكالوريوس مع مرتبه الشرف الاولى. يعني اكيد انت مؤمنه تماما باهميه العلم والتعليم، وحابه من برنامج سيدتي ومن هذه المنصه تحديدا انك تنصح الناس او تقولي للناس عن اهميه العلم. والله طبعا العلم يعني الله سبحانه وتعالى لما يخشى الله من عباده العلم العلماء الحادث افتتت العلم، الله سبحانه وتعالى علم الانسان ما لم يعلم. العلم حلو حتى لو شفنا اي سواء علوم شرعيه الافضل القران والدين وعلوم الدينيه الدنيويه، لان الانسان لازم يتسلح بسلاح العلم. يعني انا ممكن اواجه اي مجتمع وكذا اكون انا عارفه اللغات، عارفه اللغه العربية أصولها، عارفة المواد العلمية، لازم تكون فاهمة يعني بأي مكان، عارف إيش يعني الكيمياء، إيش الفيزياء، إيش الرياضيات، إيش. أنا سويت على فكرة ترى شعرت الرياضيات وشعرت الكيمياء ما شاء الله الحمد لله جميل، غير شعرت اللغة العربية يعني جميل الأحياء يعني الحمد لله. وعيالي كلهم درسوا، اللي معها ماجستير اسامه وفيصل ما شاء الله، والبنات والحمد لله وشكر. لكن مثل ما قلت لك يعني حسيت شيء راح مني ورجع باذن الله الواحد لاحد يعني الحمد لله وشكر. الحمد لله. طيب لو بنتكلم عن المصاعب اللي واجهتك، ما في احد يمر في مجال ما تواجهه مصاعب خاصه في الدراسه؟ لا في مصاعب طبعا بالدراسه، يعني في مصاعب، بس مثل يعني انا يعني ثانويه الحمد لله عديتها، يعني الجامعه مثلا مصاعب قد تكون مرات مواصلات سهله، البحوث الاشياء التقنيه التكنولوجيا شغلات يعني، لكن حاولت اتعلمها. بس مصاعب يعني الدراسه الحمد لله يعني الحمد لله يعني. طيب خلينا نتكلم عن خطتك المستقبليه، ايش رايك؟ ايش ناوي عليه؟ والله يعني اللي الله يكتبه، اذا الله يكتب لي خل اخلص عندي اختباراتي الباقي بعد بكره، وتكون يعني ان شاء الله حققنا البكالوريوس، اخذنا يعني ثلاث مواد، خلصنا بحث التخرج باقي ثلاث مواد، إذا خلصتهم يكون لي حادث الحديث موفق إن شاء الله بإذن الله. أستاذة سلوى العماني يعطيك العافية وكل التوفيق لك يا رب.